ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. المقادير اللي احنا شايفينها دلوقتي هنعمل منها صوص الشوكولاتة البيضة. الصوص ده جميل جدا يا جماعة، وموفر وحلو جدا في تزيين الحلويات او الاكلير او الدوناتس او الكيكات طبعا والجاتو، ممكن ينفع حشوة بدل الكريم شانتيه. المكونات بتاعتنا زي ما احنا شايفين دلوقتي، كوباية زيت كريستال ذرة، انا بحب استخدمه جدا. معانا 3 اكياس لبن نيدو بالظبط، معانا اللي هو 2 كوباية لبن حليب سائل عادي، وكوباية سكر بودر، اهي سكر بودرة انا بحب اطحنه علشان بيديني نتيجة احسن، ودول 2 معلقة كبار كريم شانتي، وكيس فانيليا. الكريم شانتيه بيعمل طعمه حلو جدا وبيعمل له يعني كثافة حلوة جدا. يلا هنشوف هنعمل المقادير بتاعتنا ازاي. على فكرة النتيجة بتاعته يا جماعة في 10 دقايق بتكون بتعمليها يعني. يلا بينا. هنضيف دلوقتي المكونات بتاعتنا، ده اللبن البودر، وده السكر، وده الكريم شانتيه، وده اللبن. هنضربهم بقى مع بعض كويس. انا دلوقتي هضربها بالهاند بلندر في الشفشق ده، انت ممكن تعمليه في الخلاط عادي جدا. يلا بينا بقى نضرب. مش هنضيف الزيت دلوقتي، الزيت هنضيفه بعد كده. ايه حبه حبه معانا. بصوا بقى، السكر البودر بيوفر عليكي وقت ومجهود جامد جدا. يعني انت عشان توصلي للنتيجة الكريمي دي كان لازم تفضلي تضربي كتير جدا لحد ما السكر يدوب معاكي. بصي دلوقتي السكر داب معانا وما شاء الله ادانا نتيجة كريمي حلوة ازاي. هنفضل نضرب مثلا من 5 ل10 دقايق او 5 دقايق، وبعد كده نبتدي نضيف الزيت، وبعد كده نحط ايه هيطلع معانا القوام بتاعنا، بس هنضيف الزيت ايه جزء جزء. بصوا دلوقتي انا ما كملتش 3 دقايق، بصوا القوام بتاعنا بقى جميل ازاي. هنحط الفانيليا وهنحط شويه زيت صغيرين ونكمل ضرب. معايا عامل ازاي؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. وعلى فكرة انت كوباية الزيت مش هتضيفيها كلها، هي هتبقى موجودة جنبك بحيث ان انت توصلي للقوام اللي انت عايزاه، وده القوام بالظبط اللي احنا عايزينه. هنفضل برضو نضرب تاني، وخدي بالك انا بحب اعمله يعني لما اكون هعمل بيه حلويات اتبقى مني بتحطيه في التلاجة عادي جدا، بس خلي بالك ان هو ايه بيتقل شوية، فانت لما تيجي تخرجيه من التلاجة ولقيتيه تقل منك زيادة عن ما انت عايزة هتروحي حط عليه شوية لبن، وهتبصي تلاقيه بقى كويس معاكي جدا. ادي الصوص الشوكولاتة بتاعنا اتعمل. على فكرة ده بيبقى احلى من الكريمة المبشورة اللي انت بتجيبيها من بره، وانت تقدري تحطيه في اللي هي المكعبات التلج وتحتفظي بيه في الفريزر علشان يجمد، لو انت عايزاه زي الشوكولاته كده يجمد معاكي، وان انت تقدري تبشريه وتستخدميه في تزيين الحلويات. يلا هنضرب برضو 2 3 دقايق كده واوريكم بقى شكله في الاخر. انا دلوقتي اهو بقالي اقل من 10 دقايق بضرب فيه اهو. بصوا القوام بتاعي انا تقريبا اهو، بصوا دي كمية الزيت اللي اتبقت مني اهي، يعني
يعني انا ما خدتش الكوبايه كلها لحد ما وصلت للقوام. شايفين القوام تقل ازاي؟ بصوا بقى كريمي جدا ازاي. حابه ان انت تخففيه عن كده، بتضيفي سنيه لبن، تفضلي تضيفي لحد ما تخففيه للقوام اللي انت عايزاه، دي حاجه بتاعتك انت. لكن احنا عملناه اهو تقيل، بمجرد ما تحطيه في قوالب التلج بتاعت اللي هي بتاعت الفريزر، بتاعت اللي بتبقى موجوده مع اي تلاجه، ولو حابه بتحطيه شويه في الفريزر وبعد كده بتحطيهم في التلاجه وتخزنيها عند الاستخدام. ده لو عايزاها تجمد، عايزاها تبقى صوص عادي هتحتفظي بيها في بطرمان ازاز وتزيني بيها الحلويات بتاعتك وقت ما انت بتحبيه. بصي القوام بتاعها ما شاء الله بقى حلو جدا ازاي. يلا بقى نصب ونقدمه ونوريكم هيبقى شكله في الاخر ازاي. اهو الصوص بتاعنا خلص، شايفين جميل ازاي، وما شاء الله في توفير، بيديكي كمية حلوة جدا، طعمه حلو جدا. حابة انك تزودي سكر زودي براحتك، حابة ان انت تقللي السكر قللي براحتك، يعني السكر دي حاجة في ايدك، القوام برضو حاجة في ايدك. ف يعني في يعني دي طريقة بصراحة جميلة جدا للايه، للصوص بتاع الشوكولاته، للشوكولاته البيضاء. بالنسبه للشوكولاته الغامقه انت تقدري تحطي يعني معلقتين بس او كيسين لبن بودر، وتحطي معلقتين كبار كاكاو خام، هيديكي صوص شوكولاته غامقه. دلوقتي يا رب اكون افدتكم وعملت لكم اضافه كده حلوه. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك، واللي مش مشترك في القناة بقى اشتركوا فيها، ما تتفرجوش وتخرجوا. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، وهنعمل بقى كيكات حلوة كده بالصوص الشوكولاتة الجميل ده. باي باي.